عندما يغيب القانون وتعم الفوضى يشعر المواطن بالخطر يطارده أينما كان. في منطقة الصيادية بمدينة كركوك تفاجأ أحد المواطنين بكتابة عبارة مطلوب دم على منزله بسبب مشاجرة قديمة وقع فيها قتيل، فسارع ذووه إلى تهديد كل قريب له رغم أن المدان حكم بالمؤبد. مشاجرة حدثت قبل 8 أشهر إلى 9 أشهر، انتهت هذه المشاجرة، توفى بها أحد الأشخاص على أثر هذه المشاجرة، توفى أحد الأشخاص. من توفى أحد الأشخاص كان اتفاق على أنه أن من يلزم له محامي، ومن توسط له، وما لنا شغل به، ياخذ جزاء القانوني، لأنهم رفضوا العرف العشائري، صار بها تهديدات بالقتل. واكو فيديوهات موجوده تثبت ذلك، تهديد بالقتل، مكالمات تليفونيه موجوده ايضا. الناشطون المدنيون تفاعلوا مع الحدث وطالبوا بضروره وضع حد للانتقام العشائري الذي يستهدف اشخاصا لا ذنب لهم سوى قرابتهم بالمدان. تفاجئنا قبل يومين بانتشار صور لاحدى المنازل في كركوك ومكتوب عليه بعبارات مطلوب دم وباللون الاحمر. عملنا على نشر هذه الصور بأكبر قدر ممكن لجعلها قضية رأي عام بدورنا كناشطين مدنيين. التهديدات التي تلاحق قريب المدان عكرت صفو حياته ودفعته إلى كثرة تغيير مكان مسكنه في ظل عجز قوات الأمن عن توفير الحماية له. من بدأت المشكلة ولحد الآن انتقل كل شهر أو شهرين، انتقل من مكان إلى آخر، وأنا ما لي ذنب. يعني أنا أطفال عندي صف أول ثاني ابتدائي، تعرف تطالب يومية حول المدرسة، شو هي حالة نفسية. باحثون اجتماعيون أكدوا أن الفساد في الأجهزة الأمنية أدى إلى تعطيل القانون وسمح للثارات العشائرية والعائلية بالتفشي في المجتمع العراقي. القانون العراقي يتحمل مسؤولية، ليس القانون فقط وإنما تطبيق القانون من خلال القضاة ومن خلال رجال الشرطة، وجود الفساد المالي والفساد الإداري في هذه المؤسسات، وبالتالي هذا القانون لا يستطيع استخراج حق المواطن عندما يشعر بضيم أو بهضم معين، فعندما يلتجئ للقانون القانون غير قادر على توفير استحقاقات المواطن. هذه القصة القادمة من كركوك تشبه آلاف القصص التي تعيشها المحافظات العراقية في ظل الفوضى الأمنية وانتشار السلاح بين المواطنين.